نروح برضو مع حضراتكم لقطاع مهم، وهو قطاع اكاديميات النادي الاهلي بقياده الكابتن عبد المنعم شطه، اللي عامل برضو شغل اكثر من رائع. كان في الاخر يعني مهرجان الغردقه، اكاديميه النادي الاهلي في الغردقه وفي البحر الاحمر اللي تم افتتاحها منذ شهور قليله، وده ما شاء الله يعني اضافه كبيره جدا لاكاديميات النادي الاهلي. واحنا زي ما احنا شايفين نجوم النادي الاهلي في المهرجان الكبير، كابتن شطه، كابتن فوزي سكوتي، ناس من نجوم او لاعبين سابقين من نجوم النادي الاهلي، شايفين العدد الكبير، شايفين الحضور، شايفين الزي الموحد، شايفين كمان الملاعب على اعلى مستوى. هذا المهرجان احتضن جميع اكاديميات النادي الاهلي في كل فروع مصر. تم عمل مهرجان كبير في الغردقه تحت اسم مهرجان الكابتن الكبير هاني مصطفى نجم النادي الاهلي السابق، وتم المهرجان تحت اسمه، ربنا يديله الصحه ويشفيه. ودي لفته طيبه جدا من الكابتن عبد المنعم شطه ومن اداره النادي الاهلي، ازاي تسمي المهرجانات اللي بتتم في قطاع الاكاديميات باسماء النجوم اللي عايشين، وان شاء الله كمان اللي توفاهم الله. هنشوف يوم الجمعه القادمه ان شاء الله مهرجان اخر وبطوله اخرى تحت اسم الراحل العظيم الكابتن صفت عبد الحليم، لكن مهرجان الغردقه اللي احنا شايفين منه هذه اللقطات ده في الغردقه كان مهرجان على اعلى مستوى، تنظيم اكثر من رائع، شايفين لاعبين النادي الاهلي بزي موحد، كمان المدربين بزي موحد. نروح نشوف مع بعض تقرير بقى من مهرجان الغردقه مع لاعبي النادي الاهلي، ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. اسمي يوسف هشام وجاي من أكاديمية الغردقة هنا، والله كويس الحمد لله اليوم، والاحتفال كويس يعني وعجبني، وتصورنا مع الكباتن وكان حلو يعني الاحتفال. اسمي عبد الرحمن عمرو وجاي من أكاديمية الأهلي في الغردقة، وحلوة وكل حاجة، وتصورنا هناك مع الكباتن، وإن شاء الله هناخد البطولة وهنكسب القاهرة وكل. انا اسمي عبد الله جاي من اكاديميه نادي الاهلي فرع مدينه نصر، ويوم النهارده كان جميل عشان اجتمعنا. انا اسمي معاذ محمد رمضان جاي من فرع مدينه نصر، واليوم كان جميل، وهي حلوه فكره ان احنا نتجمع مع بعض نتعرف على بعض، هتبقى فكره حلوه ان شاء الله. اسمي ملك محمد عبد الغني من اكاديميه الاهلي الغردقه، وموضوع حلو ومشرفونا وكده الناس اللي جايه من بره. انا اسمي صفوت شهدي، والنهارده كان يوم حلو وتعرفنا على بعض. اسمي محمد علي فتحي جاي من اكاديميه مديره نصر، ويعني اليوم حلو ان احنا كلنا نتعرف على بعض، ويعني ان احنا نروح اكاديميه غير الاكاديميه بتاعتنا. ده كان تقرير معانا دلوقتي للاعبي اكاديميات النادي الاهلي اللي متجمعين في مهرجان الغردقه.